هذا صدق جارية لأخواننا في سوريا، أخواننا المسلمين في تركيا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. شفتوا دي ترى والله كلنا لنا أجر فيها، والله كلنا لنا أجر فيها، ترى أجر لنا كلكم نزلوها عندكم. صدق جاء الأخوان في سوريا، والله كلكم لكم أجر ويا نيالكم في الأجر. تخيل وانت قاعد في البيت مصور مقطع بس تدزه، هذا لك أجر يمشي معك مدى الحياة. تبون صوت بصوت ماهر؟ يلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كلكم ذو المختار. دقيقة، عندي آية بس خلنا أطلعها عشان ما أنساها، اللي تقول والسابقون السابقون أولئك المقربون. بس بطلع الآية. إذا زلزلت الأرض زلزالها